بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، في إطار توجيهات سيادتكم بتطوير منظومة النقل في مصر لتتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، تم وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في محافظة الإسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد، حيث يصل عدد سكانها إلى 5.4 مليون نسمة، وتصل في فصل الصيف إلى 6.1 مليون نسمة، ويوجد بها أهم ميناء تجاري بالدولة وأكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية، مما أدى إلى وجود الكثير من التحديات المرورية الشديدة التعقيد نتيجة قلة عدد المداخل المرورية للمدينة والتداخل الشديد بين حركة نقل الركاب والبضائع. قامت وزارة النقل بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية، تعتمد أساساً على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير النقل النهري والبحري كالآتي. أولاً، محاور الطرق والكباري. تم التخطيط لتطوير جميع المحاور الطولية والعرضية التي تربط محافظة الإسكندرية بالدلتا والقاهرة بعدد 7 محاور، هي الإسكندرية الزراعي، الإسكندرية الصحراوي، النوبرية وامتداده لمحور عمر سليمان، المحمودية، الدولي الساحلي، محور أبو ذكري، الكافوري، برج العرب. تطوير وتوسعة طريق القاهرة اسكندرية الزراعي بطول 220 كيلو. ده كان الطريق الرئيسي اللي بيربط الإسكندرية بالقاهرة ومحافظات الدلتا، وكان يطلق عليه الطريق السريع، وتم افتتاحه عام 1959، ونتيجة لمرور الطريق داخل العديد من المدن الهامة وعواصم المحافظات، والذي أدى إلى الزحف العمراني واختناق الطريق وعدم القدرة على توسعته. فتم وضع خطة لتطوير وتوسعة الطريق تعتمد على الآتي: إعادة تدوير طبقات الرصف الحالية باستخدام الأنظمة الحديثة، توسعة الطريق بعدد 2 حارة لكل اتجاه ليصل إلى 4 حارة في كل اتجاه في المسافات البينية بين الكتل السكنية، إنشاء 10 كبار علوية لحل التقاطعات السطحية وتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن، حيث تم الانتهاء من عدد 4 كوبري هي الشرقوية وألم أو الشموت وطوخ طنبشة، وجاري تنفيذ 6 كوبري ومن أهمها كوبري أجهور وعرب الرمل. تطوير وتوسعة الطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلو. تم تنفيذ الطريق سنة 1935 كمداء من الأحجار مثبت بالبتومين بعرض 6 متر، وتم توسعته ورصفه في مرحلة لاحقة ليصبح 2 حارة لكل اتجاه. أدت زيارة حركة العمران على جانبي الطريق إلى التكدس المروري وزيادة نسب الحوادث. فتم تطوير وتوسعة الطريق عام 2015 ليصبح 6 حارة لكل اتجاه، منها 2 حارة للشاحنات، ودي كانت الأول مرة يا فندم في مصر اللي تفصل فيها حركة الشاحنات عن الملاكي وتحويله إلى طريق حر بإنشاء كباري علوية على التقاطعات الرأسية، مما انعكس على خفض معدلات الحوادث على هذا الطريق بنسبة 38%. ولتلبية الطلب العالي لمرور الشاحنات على الطريق، جاري تطويره وتوسعته حالياً ليصبح 8 حارة في كل اتجاه، منها 4 حارات للشاحنات، وبلغت نسبة تنفيذه حالياً 95%، وبتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تطوير القطاع من بوابة الرسوم اسكندرية حتى كارفور بطول 30 كيلو. سيادتك عارف فني من في المسافة دي كان لا يمكن نوسع الطريق أكثر من 4 حارات و4 حارات نتيجة الزحف العمراني والمخازن اللي منتشرة في هذه المنطقة على حرم الطريق، ووجود شبكة كبيرة من المرافق في طبان الطريق. فتم تطوير الطريق بتطوير الكباري القائمة عليه في مناطق العجم والكافوري، وإنشاء كوبري دوران الخلف في منطقة العمرية كالآتي: تطوير وتوسعة كوبري العجمي ليصبح 4 حارة مرورية بطول 950 متر، وده تم الانتهاء منه وافتتح اليوم. تطوير وتوسعة كوبري الكافوري، وده هيصبح 4 حارة مرورية بطول 850 متر، ونسبة تنفيذه النهارده 80%، وسيتم افتتاحهم بإذن الله في نهاية شهر يناير. إنشاء كوبري دوران العمرية، وده كوبري دوران الخلف عشان ياخد القادم من العجمي وبرج العرب من الاتجاهين دول، ثم يتجه إلى اسكندرية بعرض 3 حارة مرورية بطول 660 متر. إنشاء محور النوبرية بطول 207 كيلو.
نتيجة لنمو العمران والاقتصاد الكبير باتجاه اسكندرية والساحل الشمالي والدلتا الجديدة وعدم قدرة الطريق الزراعي والصحراوي على استيعاب الأحجام المرورية ومواجهة الطلب العالي في نقل الأفراد والبضائع في هذا الاتجاه، فتم البدء في تنفيذ محور جديد 207 كيلو وعدد 4 حارة في كل اتجاه، ويشمل تنفيذ 130 عمل صناعي، وذلك باستغلال جسر الرياح البحيري ثم النبارية لإنشاء الطريق داخل حرم الرياح دون الدخول في الأراضي الزراعية أو إزالة كتل سكنية. وده يا فندم ده نهجنا دلوقتي من يوم ما سألتك وجهت إن إحنا بنخش في أراضي زراعية، وده اللي تم تنفيذه فعلا وجاري تنفيذه واستكماله في البر الأيمن للرياح التوفيق اللي رابط ما بين بنها والمنصورة. إحنا جاري دلوقتي يا فندم تنفيذ المحاور الرئيسية المتقاطعة مع المحور زائد كباري والأعمال الصناعية في اتجاه المحور، ودي أول حاجة بنبدأ بها المحاور الجديدة لسهولتها وعدم الدخول في أي أراضي في المرحلة الأولية. إنشاء محور عمر سليمان بقوسي الشرقي بطول 25 كيلو والغربي 20 كيلو، كل بست حارة في كل اتجاه، ليتكامل مع محور النبارية، ده بهدف نقل حركة المركبات ومختلف أنواعها من منطقة بوابة الإسكندرية حتى كارفور شرقا ومنطقة برج العرب غربا. إنشاء محور المحمودية، ده تم الانتهاء من إنشاء المحور يا فندم أو المرحلة الأولى من المحور بطول 22 كيلو، 5 حارات لكل اتجاه منهم 2 حارة للخدمة لحل الاختناقات المرورية داخل مدينة الإسكندرية بإنشاء محور موازي لطريق الكورنيش، ثم يتجه جنوبا في اتجاه محافظة البحيرة باستغلال البر الأيسر لترعة المحمودية ليتكامل مع شبكة طرق الدلتا. هذا المحور بتنفذه الهيئة الهندسية وشبكة يتكامل مع شبكة الطرق اللي بتنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري. إنشاء 3 محاور ربط لميناء اسكندرية الكبير بعد ما نحول ميناء اسكندرية زائد ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط إلى ميناء اسكندرية الكبير، نربطه بمحور أبو ذكري. هل تسمح لي أكمل نرجع تاني ارجع تاني. أنا بس عايز أقول لكم هنا على ملحوظة مهمة قوي الفريق كامل بيقولها يعني مرور الكرام كده. يعني على محور مثلا النبري، المحور ده كان ممكن ما يكلفناش الرقم اللي كامل بيقول عليه لو كانت الناس ما لم تتعدى على جسر المحور. انا بقول كلام مظبوط يا كامل؟ ايوه فن. ارجع تاني محور النبري. طيب انا بس لا انا يعني مش عشان انا بقول كده لينا كلنا ليه، لان احنا مستغربين قوي من التكاليف اللي احنا بنعملها. خليني الاول اقول لكم ان شبكه الطرق قبل انا ما اجب اتولى المسؤوليه كانت بتخدم يعني متخططة على 20-30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنميه ولا حركه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنميه ولا حركه. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكه تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس انا هتوقف هنا عند حاجه وهتستغربوا قوي من الكلمه دي، بس تخيلوا انا بحمي جسر الترعة بالطريق، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. تخيلوا يا ساده يا مصريين ان احنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي ارض دوله معموله عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعه وما يترميش صرف في الترعه او في المصرف، لو انا مش كده يا دكتور مصطفى؟ او مخلفات يعني، يوم اضطر ان انا عشان احمي الجسر ده هو اللي اعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر ارض دوله، ده معناه ان احنا كدوله المواطنين عندنا اللي من كتر ما الامور فكت مننا خلال السنين اللي فاتت، خلاص بقى اروح ابني عليه في ترعه في جسر المحموديه او محور المحموديه اللي بيتكلم فيه. لو المحور ده المحور بتاع المحموديه ده ما كانش عليه اكتر من 1000 وحده 2000 وحده، مش كده؟ اللي هو هشام امنه موجود، مش كده؟ كم انت كنت محافظ البحيره، مش كده؟
كم على أرض مخالفة، أرض دولة، أي فندم، ودفعنا 700 مليون جنيه. تمام يا فندم، مش كده؟ أيوة فندم. يعني ما يخرج من 700 مليون جنيه تعويض إيه اجتماعي؟ قلنا عليه تعويض إيه؟ اجتماعي. اجتماعي يعني إيه؟ يعني رغم إن هو مخالف ودي مش أرضه، لكن قلنا لأن إحنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها، فكان اللواء هشام كان موجود محافظ ساعتها، قال إحنا محتاجين 700 800 مليون جنيه عشان أخلي المحور ده وأعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص حوالي 60 70 كيلو تقريبا، مش كده؟ ايوه فندم. مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا توقفت هنا للموضوع ده. اتفضل استريح. اوامر. اتفضل. انا بس عايز اقول لكم ايه، لو ما كانش الكلام ده موجود المخالفات دي كان زمان المحور ده بسهوله اتعمل من سنه ونص فاتوا او سنتين، لكن لان انا بخش في اجراءات مع الناس واشوف هعوضهم ازاي وادبر لهم الاموال المطلوبه لهم وبعدين نزيل وبعد كده نعمل المحور. في حتت ما قدرناش نعمل فيها كده، ما اعرفش الفريق كامل ما ذكرهاش، يعني عشان العرض ما يطولش منه قوي، ان احنا اضطرينا لما لقينا الكثافه السكانيه في بعض الاماكن اكتر ان احنا نعمل ترعه، اسف، نعمل كوبري، مش كده يا كامل؟ اي فندم. على عشان ما يبقى نحافظ على الترعه. ارجع تاني. ارجع. ونحافظ على الناس، صح كده؟ ارجع. مش كده يا كامل؟ اي فندم. انا بقول كده لكم ليه؟ عشان بس الناس تبقى منتبهه ان احنا مش المفروض ما نعملش كده تاني، والمفروض ان الدوله ما تسمحش بكده تاني. ما فيش محافظ يسمح ابدا بالتعدي على جسر ترعه او على حرم طريق خالص، لان ده حتى الموضوع الزراعي اللي بيتكلم عليه اتعمل سنه 59. لو ما كانش حصل تعدي على جسر الطريق او حرم الطريق، كان ممكن اول نعمل الطريق ده 5 و5 مش بنص التكلفه، بربع التكلفه. لكن احنا اضطرينا نكمل الصحراوي بالطريقه ديت عشان يخفف الضغط عن الزراعي، واضطرينا نخش في النبارية بالطريقه ديت عشان يخفف الضغط على الزراعي ويدي فرصه للدلتا اللي فيها كتله سكانيه كبيره وزراعه كبيره تقدر تتحرك كويس واحمل جسر الترع. بقول الكلام ده لكم او للمسؤولين في المحافظات والمسؤولين في الدوله والمواطنين، الكلام ده لازم يا جماعه تخلي بالكم منه. ده انتوا بتاذوا نفسكم، دي تكاليف كبيره جدا جدا بتتاخد من مال ما حدش بيجيب حاجه من جيبه. الحكومه ما بتجيبش الفلوس من، يعني دي فلوس بتاعت مصر بتاعت الناس، فبدل ما اصرف على موضوع مليار ولا اتنين انا نفسي بصرف 5 و6، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. اتفضل. وحياتك اللي حياتك بتوجه ليه دلوقتي، وحياتك وجهت بيه بصراحه من سنتين اثناء ما كنا بنطور محور بنها المنصوره دمياط، متحقق في الصورتين يا فندم اللي على اليمين دول، اسند لي قريه كبيره مش مدينه. كفر شكر مركز كبير جدا في الالوبيه، من اكبر مراكز الالوبيه. عايزين الطريق ده نطوره، جنبنا الرياح التوفيق وجنبنا مباشره سيادتك مساكن تعدت على حرم الطريق، يعني حتى المسافه اللي احنا بنقول لاهالينا لو سمحتوا لما تيجوا تبنوا الطريق الرئيسي ده حرمه 50 متر ارجع 50 متر، برضه يا فندم يعني بيتبنى على طبان الطريق بالكامل من اليمين والشمال بالمنظر ده. عشان نشق الطريق هنا عرضت على سيادتك ساعتها، قلت لسيادتك ان كل المخططين في الدنيا كلها بيقولوا نسيب الكلام ده ونخش نعمل محور دائري اسمه دائري كفر شكر حوالين كفر شكر. المحور ده كان تقريبا هيدمر حوالي 5000 فدان من الاراضي الزراعيه طبعا، وهيتكلف تعويضات اكتر واكتر. لجانا الى حلول، عرضناها على حضرتك، قلت لا، ما لا دخول في الاراضي الزراعيه، وحاولوا تقللوا بقدر الامكان برضه ازاله البيوت ونزع البيوت علشان حتى اهالينا اللي موجودين حتى لو كنا هنديهم تعويض ما يتاثروش. زي هنا منطقه اسند دي لما خدنا البر الايمن يا فندم ده او البر الشرقي برضه للرياح التوفيقي، المنازل دي ضغط مباشره في ارض الدوله في مصطلح الري في حرم الرياح، يعني مش ارضهم، وبرضه حافظنا عليهم يا فندم ما شلناهمش، ودخلنا الى الحد الادنى اللي احنا نخلي فيه اورنيك الرياح ده، لان احنا طبعا ايضا مع بالتنسيق مع وزاره الري مرتبطين بحجم ميه وقطاع مائي
لازم يعدي عشان اراضي الدلتا. فيا دوب ده المساحه اللي سمحت لنا بها الري، قدرنا نعمل هنا اربع حارات وهنا اربع حارات، والاتجاه ده يبقى كل اتجاه رايح وده اتجاه جاي، ونقدر نحل المشكله بطرق غير تقليديه وما ناثرش على حياه اهالينا اللي هم اصلا تعدوا، يعني مش احنا اللي تعدينا هم تعدوا، ولكن زي ما حضرتك دايما بتوجه ان احنا في اضيق الحلول، في اضيق الحدود نشيل بيوت، وقبل ما قبل ما القاتل يطلع من بيته حتى لو متعدي بياخد التعويض الاجتماعي علشان يقدر يجيب سكن اخر. وده اللي بيتم دلوقتي يا فندم في محور النوبريه، وان شاء الله يا فندم خلال يعني سنه اتنين عمالي بتطير ونكون مخلصين محور النوبريه وواصلين الى اسكندريه وعملنا محور بديل للاثنين. رجع تاني. انشاء ثلاث محاور ربط ميناء اسكندريه الكبير بمحور ابو ذكري لتسهيل حركه الشاحنات من والى الميناء وتفادي الزحامات المروريه بشارع الماكس. صيانة ورفع كفاءة محور 27، محور 27 يا فندم ده كان بصراحة ده كان المحور الوحيد الفوم اللي كان موجود، وده المحور الوحيد اللي كان بيخدم من اسكندرية، ولكن شكله يوم ما عرضت على حتة كان بالمنظر ده وفواصله كانت بالمنظر ده، وده المحور الوحيد اللي كان بيخدم من اسكندرية طبعا قبل ما تتطور وقبل ما يزيد حجم التجارة بتاعتها، ولكن هو ده المحور اللي كان موجود. خططنا اثنين ده صيناه ورفعنا كفاءته يا فندم دلوقتي، وأصبح بالشكل اللي قدام حضرتك ده داخل على طول على باب 27 للميناء. انشأنا اثنين محور جداد، اول محور فيهم محور 54 اللي وصل على باب 54 بطول 2.2 كيلو، وده محور جديد بالكامل اربع حاره مروريه. انشاء محور الدخيله بطول 4.5 كيلو، وده محور جديد ايضا بالكامل داخل على بوابه ميناء الدخيله مباشره ورابط مع محور ابو ذكري طوله 4.5 كيلو. انشاء كوبري الكيلومتر 21 بتقاطع الذراع البحري من الطريق مع الطريق الساحلي. تم الانتهاء يا فندم من المرحله الاولى فقط من بانشاء كوبري اتجاه واحد بطول 1250 كيلو ربع يعني، بعدد ثلاث حارات مروريه لتسهيل حركه القادم من الاسكندريه اللي جاي من اسكندريه او القاهره رايح الساحل الشمالي يكمل، او اللي جاي من اسكندريه والقاهره وراجع تاني داخل القاهره في الزراع البحري وفي منطقه ابو ثلاث والعجمي ياخد كوبري الدوران ده ويرجع تاني. ده حقيقه يا فندم دي مرحله اولى من الكوبري، ولكن احنا عاملين تخطيط كامل للمنطقه عشان اهالينا اللي موجودين بيقولوا انتوا عملتوا كوبري صحيح ولكن ما حلش المشكله بالكامل. ايوه احنا ما حلناش المشكله بالكامل، لان احنا منتظرين يا فندم هنا في اطار مترو اسكندريه ان هيوصل ان شاء الله باذن الله منطقه العجمي مع سيسترا العالميه دلوقتي مكتب عالمي بندرس المحطه تبقى هنا ولا المحطه تبقى هنا، فعلشان كده ما قدرناش نعمل غير الاتجاه اللي موجود ده، وعندنا مقترحات اخرى يا اما ننشئ اتجاه اخر شمال الحالي والحالي نقلب الحركه بتاعته، او ننشئ جنوب الحالي والحالي يفضل زي ما هو بعد ما نحدد مكان البوابه او المحطه اللي هتبقى هتخدم منطقه العجمي كلها في اطار مشروع مترو اسكندريه. تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد حتى السلوم بطول 800 كيلو. الطريق يا فندم ده 800 كيلو، ولكن في نطاق محافظه اسكندريه هنا كلها 70 كيلو، خمسه شرق اسكندريه و65 حتى الحمام غرب اسكندريه. القطاع ده يا فندم بيتطور يصل الى ست حاره مروريه، ثلاثه حاره بالرصف الخرساني. سيادتك شرفتنا اثناء زياره كفر الشيخ وحضرتك يعني شاهدت ده على الطبيعه، بنعمل ثلاثه خرساني للشاحنات، لان طبعا حركه الشاحنات هنا كبيره جدا لان هي لربط كل مواني مصر عرضيا، ثم الثلاثه اللي في النص بنعيد تدويرهم ثاني بالانظمه الحديثه علشان يبقى سته حاره في كل اتجاه، ثم القطاع من كيلو 21 حتى 101 مرورا طبعا بالكيلو 65 اللي هو نطاق اسكندريه في الحمام. ده تم تطويره يعني في مرحله لاحقه بواسطه يعني سير قوات مسلحه ليصبح خمس حاره مروريه، ثلاثه حاره للعربات الصغيره واثنين للشاحنات والخدمه. تطوير وتوسعه محور ابو ذكري وامتداده بطول 50 كيلو، وده هتتكلم عنه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه يا فندم بالتفصيل، وده محور فعلا موازي للدولي الساحلي والماكس، وبيربط كل المحاور الطوليه اللي جايه من ميناء اسكندريه الكبير، وايضا امتداد لطريق الشاحنات اللي جاي من بورسعيد ومتصل ومتجه الى السلوم. تطوير وتوسعه وسط الكافوري سيدي كرير برج العرب بطول 33 كيلو،
وده فندم محور ايضا مهم جدا موازي لمحور ابو ذكري، رابط من اسكندريه الصحراوي في منطقه الكافوري الى برج العرب مرورا بسير كرير، 5 حاره في كل اتجاه، منها 2 حاره للشاحنات. ثانيا مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي. بدات شبكه سكك حديد مصر يا فندم سنه 1854، وكان اول خط في هذه الشبكه هو القاهره الاسكندريه بطول 208 كيلو، ثم خطي ابو قير بطول 21.7 كيلو، رشيد المعموره 66 كيلو، ثم خط امبابه الاتحاد الاباري بطول 227 كيلو لخدمه الركاب والبضائع بنطاق محافظه الاسكندريه. وفي ضوء خطه تطوير النقل السككي التي تخدم محافظه الاسكندريه والتي تتضمن تطوير البنيه الاساسيه لخطي القاهره اسكندريه وبشيل الاتحاد الاباري وتحويل خط ابو قير الى مترو كهربائي وتطوير ترام الرمل، بالاضافه الى انشاء الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع السخنه اسكندريه مطروح، بالاضافه للتخطيط لانشاء الخط الرابع من شبكه القطار الكهربائي السريع بورسعيد ابو قير كالاتي: خط اسكندريه القاهره السكك الحديديه بطول 208 كيلو، تم انشاء الخط يا فندم ده في البدايه زي ما هو موضع على الصوره العليا على اليمين بطرق بدائيه، طبعا ما كانش في ماكينات زي الماكينات اللي موجوده دلوقتي، وفعلا دي صور من محطات سيدي جابر ودمنهور ومصر في اسكندريه اللي تم انشاء فعلا في بدايه الخط سنه 54، ثم اعيد انشاء محطه مصر في سنه 1920 بواسطه المهندسين ايطاليين. وتم الانتهاء من تجديد السكه وتطوير نظم الاشارات والمزنقنات والمحطات وانشاء مركز تحكم وسيطره بالكامل على هذا الخط الحمد لله كالاتي. دي يا فندم اعمال السكه قبل وبعد التطوير. دي اعمال المزنقنات لل 80 مزنقان اللي على السكه قبل وبعد التطوير. ثم ابراج الاشارات قبل وبعد التطوير. ثم غرف السيطره والتحكم المركزيه اللي في اليمين يا فندم دي كانت دي غرف السيطره والتحكم في القطارات، ويمكن مش عايز ادخل كنت اجيب صور يعني اقل من كده كمان، يدوي كده العامل بيقف في الغرفه يشد اليد كده يقوم يحرك المفتاح يدي اذن للقطر يعني يدوي يقوم القطر يتحرك. اصبح يا فندم دلوقتي كل غرف التحكم والسيطره عندنا بالمنظر اللي موجود على يسار الصوره. ايضا السيمافورات ده قبل وبعد التطوير، كان السيمافور شكله كده كان كله بيعتمد على حاجات كلها ميكانيكيه ومرئيه، اصبح دلوقتي كله ضوئي والكتروني. محطه دمنهور، محطه دمنهور يا فندم دي كانت المحطه القديمه اللي على اليمين، لما جينا ننفذ او نطور محطه دمنهور ونطور السكه نفسها كان لازم نزود عدد الخطوط بدل ما هم 4 خطوط الى 6 خطوط، بدل ما هم خطين الى 4 خطوط، فشلنا المحطه بالكامل وزودنا الخطوط وانشانا محطه بالكامل زي ما هو موضح على يسار الصوره. ايضا محطه سيدي جابر اتطورت يا فندم ده قبل وبعد التطوير. محطه مصر في اسكندريه وده من افضل المحطات اللي عندنا طبعا بالاضافه لمحطه مصر في رمسيس، ودي اللي اتعملت على الطراز الايطالي سنه 1920. احنا فندم بالتنسيق مع الاثار وجبنا مجموعه من الاثريين وبالشركات المصريه المتخصصه رجعنا المحطه زي ما كانت موجوده بالظبط سنه 1920، بالاضافه طبعا الى ده الشكل المعماري، ولكن طبعا من الداخل كله بقى تحول الى يعني شبابيك التذاكر والسيطره والتحكم والاتصالات، كل الكلام ده اتطور واصبح كله الكتروني بدلا من النظام اليدوي. ايضا فندم الواحات المتحركه كان قبل 30/6/2014 كان المنظر اللي على اليمين ده اللي موجود فعلا في مصر كلها. ان شاء الله دلوقتي يا فندم من دلوقتي وحتى 30/6 ان شاء الله 24 مش هيكون عندنا زي ما سيادتك وجهت وشرفتنا في اسوان ورفعنا اخر عربيه من العربيات الصفراء اللي موجوده على اليمين دي وكلها دلوقتي في ورش كوما برادي بترفع كفايتها وتتجدد، كلها يا فندم هتبقى بالمنظر ده سواء قطر تالجو الاسباني الجديد او القطر الروسي الجديد. ده بالمناسبه يا فندم ده كان القطر الملكي اللي دخل مصر كانت مصنعه شركه فيها دخلت مصر سنه 48 كان بالمنظر ده، وده ترفع كفاءته واتطور واديناه للهيئه الهندسيه لقوات مسلحه نقلته الى المنتزه. بانتهاء تطوير الخط يا فندم ده تم رفع مستويات الامان والسلامه وزياده السرعه والطاقه الاستيعابيه ليصل عدد الركاب ل 54 مليون راكب بدلا من 36 مليون راكب سنويا. ازواج خط سكك حديد بشتيل الاتحاد الاباري بطول 224 كيلو.
وانشاء وسطي كفر داوود السادات 36 كيلو، والمناف 6 اكتوبر 70 كيلو. وده فندم بهدف زياده الطاقه الاستيعابيه للركاب والبضائع بين محافظه اسكندريه والمواني البحريه والمواني الجافه لكل من مدينتي السادات و6 اكتوبر. الحقيقه يا فندم الخط ده اهم خط تجاري ونقل بضائع في مصر. يعني يمكن الخط العادي 208 كيلو اللي اتكلمت عليه ده كله بالكامل ركاب. الخط ده يا فندم ده خط نقل بضائع الاول في مصر كلها، لانه رابط بمينا اسكندريه اللي فيها 50% من تجاره مصر، وواصل بقى الى القاهره وقلب الدلتا، ثم منها الى الصعيد. عشان كده عملنا فرعتين كمان جداد ليه يا فندم، من اربط محافظه المنوفيه بمدينه السادات هنا لنقل الكل البضائع ومنتجات مدينه السادات، ثم خط المناف 6 اكتوبر حيث المنطقه الصناعيه في اكتوبر، والمينا الجاف الجديد اللي يعني شغلناه تشغيلي وان شاء الله باذن الله جاهز لتشريف سيادتك ليه بالافتتاح. بانتهاء تطوير الخط ده فندم، ده طبعا الخط ده فندم ده بيتعمل له ازدواج، بيتطور كل اشاراته، بيتطور كل مجلئاناته، بيتطور السكه نفسها. ان شاء الله بانتهاء التطوير منه يؤدي الى زياده السرعه والطاقه الاستيعابيه ليصل عدد الركاب الى 30 مليون راكب، لان هنشغله ركاب وبضاعه، بدلا من 22 مليون راكب سنويا، مع زياده حجم التداول الى 9 مليون طن بدلا من 2 مليون طن سنويا. مترو اسكندريه ابو قير الكيلو 21 بطول 43.2 كيلو متر بالمراحل الثلاثه. المرحله الاولى اللي هي محطتها باللون الاحمر دي، اللي هي من ابو قير حتى محطه مصر باسكندريه بطول 21.7 كيلو. المرحله الثانيه اللي هي اللون الموف ده من محطه مصر حتى الماكس 8 كيلو، ثم المرحله الثالثه من الماكس الى الكيلو 21 اللي انا اتكلمت عليه من شويه بطول 13.5 كيلو. المرحله الاولى منه يا فندم اللي احنا بدأنا فعلا في تنفيذها، احنا طرحنا وصممنا وعملنا الجسات وكل حاجه، وكان المفروض ان احنا كنا بادئين دلوقتي، اتاخرنا لاسباب في اعاده التصميم وغيره، ولكن ان شاء الله هنبدا تنفيذ على الارض في 2023 في ابريل القادم 2023. طبعا الخط يا فندم ده الهدف من تطويره زياده السرعه التشغيليه وزياده عدد المحطات، الطاقه الاستيعابيه وتقليل زمن الرحله، طبعا بالاضافه لامتداد الخط الى ابو قير الجديده وربطه بالخط الرابع من شبكه القطار الكهربائي السريع في محطه تبادليه علويه. ده شكل قطر ابو قير يا فندم. يمكن احنا النهارده اثناء الفيلم احنا عرضنا قطر ابو قير بعد ما طورناه يعني شويه اللي هو شغال حاليا، ولكن ده قطر ابو قير الحالي اللي موجود واللي كان موجود يمكن من شهرين ثلاثه. طبعا اللي على الشمال ده شكل المترو اللي احنا تاخرنا عليه، وده شكل المحطات العلويه اللي هتبقى موجوده في الخط بالكامل. تطوير ترام الرمل، تم الانتهاء من تخطيط المشروع بطول 13.2 كيلو، وترمن المسار 12 محطه علويه، 11 سطحيه، واحده داخل نفق مفتوح. جاري طرح المستندات الفنيه على التحالفات المؤهله بالتنسيق مع الوكاله الفرنسيه للتنميه بهدف التطوير، يهدف التطوير الى زياده السرعه التشغيليه وعدد المحطات والطاقه الاستيعابيه وتقليل زمن الرحله. ده شكل المحطات يا فندم اللي احنا اللي مصممه فعلا، وده اللي اتطرحت على الشركات، وان شاء الله باذن الله ايضا في ابريل 23 هنبدا التشغيل او هنبدا التنفيذ في هذا المشروع. ده شكل الترام اللي موجود حاليا. اللي تحت يا فندم على الشمال ده كان 21 قطار استوردناهم من اوكرانيا، ثم سيادتك خدت القرار بالتطوير الشامل مش موضوع وحدات متحركه فقط، فوقفنا باقي التوريد وخططنا لتطوير الترام بالكامل، وسيادتك صدقت عليه مشكورا، وان شاء الله ده التخطيط والتصميم اللي موجود على اقصى الصوره في اليسار العلوي. شبكه القطار الكهربائي السريع، الحقيقه يا فندم احنا مش هنتوسع فيه النهارده، لان سيادتك ان شاء الله باذن الله من المخطط ان سيادتك تشرفنا بتدشين هذا المشروع في نهايه هذا الشهر، ولكن طبعا الشبكه دي ثلاث خطوط مخططين ومتعاقد عليهم حاليا بننفذ فيهم. الخط الاول منهم اللي بيخدم اسكندريه اللي هنتكلم عليه النهارده، طوله 675 كيلو، وده في 23 محطه، منها اربع محطات في نطاق محافظه اسكندريه، هي برج العرب، استاد الجيش، العمريه، الاسكندريه. ده يا فندم عند اكتماله ووصوله لطاقته القصوى هيشيل مليون راكب سنويا و6.5 مليون طن بضاعه، وبلغت نسبه تنفيذه حاليا يا فندم 25%، وهنأجل استعراض نسب التنفيذ بتاعته
الى يوم ترشينه ان شاء الله باذن الله. الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع بورسعيد ابو قير. تم التخطيط لتنفيذ الخط الرابع بورسعيد ابو قير بطول 250 كيلو يمر بست محافظات، والاول مره يبقى عندنا قطر عربي موازي للطريق الدولي الساحلي في مصر يمر بست محافظات، بيربط خمس مواني مصريه على البحر المتوسط، اربع مدن عمرانيه جديده منها المنصوره الجديده اللي سيادتك شرفتها بالافتتاح الاسبوع الماضي، ويتبادل الخدمه مع مترو ابو قير في محطه ابو قير الجديده، ومستقبلا مع الخط الاول لشبكه القطار الكهربائي السريع بمحطه اسكندريه. وده يا فندم حقيقه لاول مره هننفذ في مصر طبقا لتوجيه حضرتك بالشراكه مع القطاع الخاص، اللي احنا كدوله هنقدم الارض، هنعمل الجسور، هنعمل المحطات، هنعمل السكك كلها بالكامل، نفس النطاق العمل اللي احنا بنعمله دلوقتي مع شركه سيمنز في الشبكه الاولى او الثلاث خطوط الاولى، ولكن زودنا السكه ان شاء الله هيكون عندنا قريبا مصنع بينتج اوربان سكك حديد في مصر، فعشان كده خدنا كمان النطاق العمل بتاعنا زودنا فيه السكه. هيجي القطاع الخاص المصري طبعا بالتحالف ايضا مع شركه سيمنز، هم وصلوا لشركه سيمنز وتحالفوا معاها عشان هم اللي هيجيبوا القطارات والانظمه اللي احنا كدوله بنجيبها في الثلاث خطوط الاولى، هم اللي هيتحملوا، والدوله لن تتحمل اي لا تكلفه ولا ضمانات ماليه في هذا الخط، وان شاء الله باذن الله زي ما سيادتك دايما بتوجه ان احنا ندي دور كبير للقطاع الخاص، هم هينفذوا معانا ثم يشغلوا ويديروا ايضا بمشاركه وزاره النقل. ثالثا مشروعات النقل النهري. تطوير شبكه النقل النهري في نطاق الاسكندريه في اطار خطه تطوير النقل النهري في مصر، كونه وسيله نقل قليله التكاليف وصديقه للبيئه، جاري تطوير عناصر النقل النهري والتي تخدم ميناء الاسكندريه الكبير كالاتي: تطوير وتكريك وتاهيل وحمايه جسور ترعه النبريه من هويس فوم النبريه حتى هويس المالح، مرورا بهويس الكيلو 100 بطول 120 كيلو لتوفير غاطس يسمح بالملاحه الامنه، واحنا فعلا شغلنا بدانا نشتغل في هذا المشروع، ونحمي الجسور ونكرك علشان فعلا نخلق ممر ملاحي نهري امن، ونسبه تنفيذنا النهارده حوالي 15%. تطوير مصرف المكس وتحويله الى مجرى ملاحي، عندنا النوبريه بتوصل لميناء اسكندريه، ثم بقى في اطار انشاء ميناء اسكندريه الكبير وانشاء ميناء المكس، ان شاء الله سيادتك مخططين وبدانا فعلا في تصميمه والطرح عليه، ننفذ مصرف المكس، نعمل دايره دوران، ثم ننفذ مصرف المكس ونعمل له هاوس ايضا ونصل الى الى ميناء المكس. انشاء كباري هاوس المالح، احنا سنة بننشئ اثنين كوبري سيارات، الصوره اللي على اليمين تحت دي دول خلصوا، وكوبري سكه حرير وجربناه فعلا بالجرار اللي قدام حضراتكم على اليمين فوق ده. الاثنين كوبري السيارات دول طولهم 210 متر، وكوبري السكه الحديد طوله 48 متر، والهدف من التطوير ده ان احنا كان بيعدي عندنا الصال بارتفاع كونتينر حاويه واحده فقط، ولكن دلوقتي عشان نزود معدلات التداول في المينا والاخلال للمنطقه اللوجستيه بنرفع الكباري دي عشان نتعدي من تحتها صالات مسموح بحتى اثنين رصه على الصال. ثم انشاء مينا نهري على البر الغرب لترعه النبريه، المنطقه دي بصراحه احنا بنعيد تنظيمها دلوقتي بعد صدور قرار او بعد صدور قانون هيئه النقل النهري، دول رصيفين بنعملهم مع المنطقه اللوجستيه اللي احنا بننفذها دلوقتي، ثم دي مواني مدنيه بنحاول او مواني يعني قطاع خاص بيديرها بنحاول نقنن ورعاها علشان يبقى كله يعني بيشتغل يعني معايير دوليه ومواصفات فنيه وجوده عاليه ان شاء الله للنقل النهري في مصر. رابعا مشروعات النقل البحري، تنفيذا لتوجيهات سيادتك يا فندم بان تكون مصر مركزا للتجاره العالميه واللوجستيات ان شاء الله، وجاري تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء اسكندريه الكبير ليكون حاضنا لكافه الانشطه والخدمات اللوجستيه المتطوره لخدمه حركه التجاره العالميه وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقه بانشاء مجموعه من الانشطه سيتم افتتاح بعضها وتفقد البعض الاخر بتشريف سيادتك ان شاء الله يا فندم خلال الربع الاول من العام القادم. احنا جاهزين يا فندم دلوقتي وبدانا فعلا نشغل تشغيل تجريبي، ولكن ان شاء الله عشان يبقى المينا زي ما سيادتك دايما بتطلب يبقى كامله متكامله بتشتغل اوتوماتيك كلها ان شاء الله يا فندم خلال الربع الاول من العام القادم، سيادتك ان شاء الله هتشرفنا وتفتتح هذه المشروعات دي بسرعه كده. محطه تحيا مصر متعدده الاغراض دي يا فندم اللي انا بقول عليها، ده الاوناشه يا فندم كلها وصلت وجربنا ونزلنا فعلا، دي اوناش الرصيف ودي اوناش الساحه، هنا بعض المناطق بنعمل فيها لسه اتصالات ومرافق باذن الله يا فندم ان شاء الله سيادتك تشرفنا تجد حاجه باذن الله تسر حضرتك وترضي كل اهالينا من المصريين ان شاء الله باذن الله.
محطة الأخشاب والغلال بميناء اسكندرية، وده هنتكلم عليها بالتفصيل وأهميتها وإيه اللي هي ضافته لنا. محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة على رصيف 100، ودي اللي تعاقدنا مع شركة هاتشوسون الفني، وده إجمالي أعمال الردم. بنجيب طبعا الرمال من داخل البحر على أعماق كبيرة وأعمال صالحة، وبدأنا ننفذ في المحطة، ونسبة تنفيذ أعمال الردم النهاردة تقريبا 75%. محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة دي من المحطات المهمة جدا عندنا في ظل ارتفاع الطلب أو زيادة الطلب على الحبوب وتصنيع الحبوب وتخزين الحبوب، دي محطة مهمة جدا وأيضا اشتغلنا فيها وفيها نسب تنفيذ عالية وصلت تقريبا ل 18%. محطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة في إطار يا فندم تحويل كل موانينا لمواني خضراء وبدون تلوث. احنا عندنا صب جاف غير نظيف، يعني عبارة عن يا إما مكورات حديد يا إما خردة حديد يا إما فحم، في حاجات كتير جدا فصلناها وعملنا لها محطة منفصلة حتى لا نلوث باقي الميناء. حواجز الأمواج يا فندم لميناء اسكندرية الكبير، وده تم التخطيط وتصميم المشروع وعمل النمذجة الهيدروميكية بواسطة مكتب أرتير الفرنسي وبالتنسيق مع قيادة القوات البحرية، وتم البدء في التنفيذ ليشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لكافة الأنشطة المخططة لميناء اسكندرية الكبير. وصلت نسبة تنفيذه النهاردة إلى 5%. شوينا يا فندم كل الدبش بتاعنا وشوينا جبنا كل معداتنا وبدأنا فعلا ننزل نشتغل في المية. المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس دي يا فندم إن شاء الله، دي بنقول المنطقة المتكاملة دي أول مرة هنعمل في مصر منطقة لوجستية مش عبارة عن مخازن فقط، لا ده هيبقى فيها مخازن، هيبقى فيها مصانع حاويات، هيبقى فيها مصانع يعني لصالح التعبئه والتغليف كرتون وعلب وغيره. ان شاء الله يا فندم باذن الله هيبقى عندنا منطقه صناعيه متكامله، وفعلا مضينا مذكره تفاهم مع تحالف عالمي كبير، وان شاء الله باذن الله سيادتك تشوف كل الكلام ده باذن الله لما سيادتك تشرفنا في ميناء اسكندريه.